بس انا كابتن نخله في الحاجات اللي زي دي او في مثل هذه المباريات، انا مش من هواة ان انا احكم على حد من اول مباراه. يعني اللي شايف ان شادي كويس لا هو ما يبانش ان هو كويس، اللي شايف ان شادي وحش لا ما يبانش ان هو وحش. يعني مش من اول مباراه هبتدي اقول انا مختار شادي كتواجد معانا، شادي ومصطفى سعد وبرونو سافيو، هذا الثلاثي اللي جم من النادي الاهلي كصفقات جديده، وبالتالي احنا شايفين الثلاثه دول يقدروا يضيفوا اضافه في النادي الاهلي طبعا. مش النهارده ولا مباراه يوم 15 ولا كذا ولا كذا، ولكن عدد الماتشات اللي هيلعبوها وتاثيرهم في المباراه. اعطى وجهه نظري، ما اعرفش راي حضرتك. طبعا كلامك منطقي جدا جدا، وكمان يعني اضيف لكلامك يا كابتن اسلام ان احنا برضو الحمد لله انت عندك برضو يعني بصراحه الكابتن الخطيب، احنا نشكر الكابتن الخطيب ان هو ريح كل المجموعه دي في اخر 6 مباريات من الدوري، ادى فرصه للعيبه المستهلكه بدنيا دي انها ترجع تاني لطبيعتها، فدي فرقت كتير جدا مع الفرقه. احنا بقى لنا 3 سنين يا كابتن اسلام ما عملناش خطه اعداد، انت بقى لك 3 سنين ما ريحتش اصلا، وانت عارف لما بتيجي في نهايه الدوري او خلاص الدوري بيخلص انت علم تاخد على الاقل 10 ايام من الاسبوعين راحه. وبتيجي بدايه فتره الاعداد بتاخد لك من 6 اسابيع ل 8 اسابيع يتخللها مباريات وديه عشان تقف على مستواك الفني والبدني والتكتيكي والمهاري، الشغل العادي بتاع المدربين. النادي الاهلي ما مرش بالحاجات دي، اول مره تحصل الفتره اللي فاتت. الراجل بقى له حوالي 40 يوم يعني شهر و10 ايام بتتكلم صحيح، عمل اعداد وعمل من خلال الاعداد 3 مباريات وديه انا وانت ما شفناهمش، ما فيش حد شاف المباريات دي. صحيح، لا عرفنا التكتيك بتاع مصر الكره الايه ولا عرفنا اسلوب لعبه ايه، تمام. لكن مباراه الاتحاد المصري اللي احنا شفناها اللي احنا بنقول عليها المكسب ده مهم جدا، طبعا مهم جدا المكسب ده. المكسب ده بيقول ان انا بدي رساله ان شخصيه النادي الاهلي كانت موجوده في المباراه. الروح اللي احنا شفناها بعد الهدف يا كابتن اسلام دي برضو بتدل على ان في الفه وفي انسجام بين الجهاز وبين اللعيبه، دي حاجه مهمه جدا، دي طبعا مكاسب. طبعا دي مكاسب. بنتكلم برضو على يعني البدايه برضو دي مهمه جدا، ان انا برضو طالع لفرقه انا قلت مش قليله، فرقه كويسه. صحيح، الناس بتقلل منها، لا هي فرقه كويسه، لكن انت قدرت من خلال المباراه اللي انت تنتشر بشكل كويس، ترابط الخطوط كان بشكل منظم جدا، وكمان لما نيجي نقيم مدير فني زي مثل الكرر يعني هو السي في بتاعه قوي، لكن التنظيم اللي كان موجود ده بيدل على ان الراجل ده فاهم، والراجل ده عنده خبرات، والراجل ده عنده رؤيه، تمام. وكمان الشق الهجومي اللي كان موجود بيدل ان هو يعني قبل كده اقول لك ايه، اصل الراجل ده بيدافع كويس، اصل الراجل ده لا انا عايز مدرب بيكون بيلعب على الشق الهجومي. مفيش حاجه اسمها كده في علم التدريب يا كابتن اسلام، في راجل انا بدافع كويس وعندي معلم لعيب، انا معلم لعيبتي ازاي يدافع كويس، تمام، وكمان نص الملعب يكون عندي قوي، والربط اللي معمول بين ال3 خطوط ده مهم جدا طبعا، ومهم جدا كمان ان هو عارف النادي الاهلي نادي بطولات، ودي مهمه جدا، هو لعب على هذا الاساس. لما في اخر 10 دقايق يعمل تبديلات ويعمل لك وينزل حسام حسن والشق الهجومي يزيد بالشكل ده، لا انا عاوز اكسب، هي دي الروح اللي هو ده التكتيك اللي احنا عاوزينه. الفتره اللي جايه كمان باذن الله اتوقع يا كابتن اسلام ان الاداء هيكون افضل من كده بكتير، الريتم ممكن يكون بطيء شويه لان برضو ارضيه الملعب واول مباراه رسميه والمباريات الوديه غير الرسميه، وانت عارف ومجرب طبعا يا نجم انت الحمد لله لاعب دولي ولعبت في النادي الاهلي وكنت لاعب مؤثر من الجهه اليمنى طبعا يعني. فاعتقد ان الفتره اللي جايه هيكون فيها تطور في الاداء افضل من كده ان شاء الله.